يا 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 ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم بس وقت البيز يا ولد وعلي لي البيت سمعني صوت عيال وسقفة وحبيت زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما زكاتي على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفل ان الناقه مش بودره وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان علامة جاهل او خريج فرير يطيع الكبير يتكون محذوف في بطن بير Objection. Objection. Then you're on the please just give yourself a break You can't even battle me one on one Mr. Fake My rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسيه نكسب في الحديد هرفع الكلمه بترفع نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحه بعد الشكليطه ماسخ ما ينفع ما ينفع جزرة وقطمها جحش يا ويل اسف اسف على ايه للاسف يا كبير انت مش هينفع تخرج من هنا يعني ايه يا دكتور اخلاء السبيل موجود وده قانوني 100% ما انا عارف ان هو قانوني 100% بس اخلاء السبيل كمان مكتوب فيه ان انا لازم اقشر ان حالته النفسيه سليمه وانا بس اللي اقدر اقرر انه هيتعالج هنا لحد امتى طب وايه المشكله ما انا قدامك يا سليم لا فاكر الحاله اللي انت جيت لي بيها اول مره ساعه ما كسرت لي المراكب بتاعتي للأسف يا كبير الحالة دي بتدل على إنك مريض نفسي وغير قادر على التكيف مع المجتمع ومش هينفع تخرج من هنا غير لما تتعالج أو أنا بس اللي قرر إنك تخرج لا أنت شكلك معقد ومكلكع بمراكبك بشوشتك بالبايب اللي في يدك ده بقول لك إيه دي الزليقة وعملها في الحكومة يعني عامل حيلة عشان أطلع من الحبس إيه إيش سياح ده لم لم ما لازم نقول يا أخي أنتوا هتسيحوا البعض قدامي وعموما أنا مش مصدقك انت مجنون وانا قلت مش هتخرج من هنا غير لما تتعالج يعني مش هتخرج من هنا غير لما تتعالج بتقول له حاجه يا متر اقول ايه يا كبير انت خليتني اقول حاجه انت قلت كل حاجه كبير وبعدين كلام الدكتور قانوني 100% اتجنيت ولا ايه هتقوم على عمو بقول لكم ايه والله هطقشكم في بعض واضربك المستشفى على دماغكم انا تعبان انت تشتغل لنا تاني بقى ولا ايه يا محدوس تعبان. يا محمد تعبان تعبان يا حسين تعبان خدوا الراجل ده ودوه على العنبر بتاعه بسرعه ادوا له حقنه من الكبيره لا حول ولا قوه الا بالله الراجل ده معرفش ايه اللي وصله لكده خير يا متر انت مستني حاجه كل خير يا دكتور انا عايز اقول لك انا سعيد جدا بموقفك القانوني بما ان انا راجل قانون متشكر كان ليا طلب عند حضرتك كده لو فيها سؤال يعني لا اتفضل كنت طالب بس حضرتك يا ريت تامر لنا باي حاجه فيها صودا عشان السندوتشات اللي كلتها عندكم هنا فيها زيت اوفر قوي ليه انت اكلت ايه سوسيس انا مش بجدول انا ما
مجنونه اوعي يفلت منكم. سيبوني يا انت بحاري انت ولا تمرجي. خلوا لي اخرج من هنا. ليه يا حبيبي؟ هو دخول الحمام زي خروجه. حمام ايه يا وليه يا نتنا انت؟ امسكوا لي بقى دراعه كويس. لا ويلا ما حوش حقنه. بتقول لك دراعه يا متخلف. ما تخافش دي حقنه في الدفينات. ما حوش شي في ايه الحقنه دي؟ ما تخافش يا حبيبي دي حقنه فيتامينات. في ايه الحقنه دي؟ في ايه الحمد لله يا ابوي. مالك يا كمين؟ في ايه؟ هدي كابوس. كابوس عفش قوي. خير؟ قال ايه؟ قال اني خشيت مستشفى المجازيب. اوه الشر برا وبعيد يا كبير. مستشفى المجازيب ايه اللي هتخش هذي؟ الحمد لله اللي طلع كابوس. بقول لك ايه، هاتي لي كوبايه مي ريقه مطقطق. حاضر يا كبير، ادخل الضيوف بس الاول واجيب لك اللي انت عاوزه. ضيوف ايه دول يا ولي؟ اتفضلوا يا جماعه. يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمه هواك ميلة. عايزني اقول بحبك ليه؟ بحبك بس مش قايلة. يا مجنون. انا ما مجنونش، انا مش مجنون. عايزني اقول بحبك ليه؟ بحبك بس مش قايلة. والدنيا على فين؟ والدنيا على فين؟ انا فين؟ بقى كنت عاوز تهرب مني يا كبير؟ كان غيرك اشطر. والله العظيم كنت عاوز اهرب. امال رحت الدوار بتاعك ازاي؟ انا ما رحتش الدوار، انا قمت من النوم لقيت نفسي فوق الكنبه بتاعت الدوار بس جوه العنبر. ايوه يعني رحت الدوار ازاي؟ ايه الغباء ده؟ قلت لك انا ما رحتش العنبر، العنبر هو والله ما فوق الحاجه. وجالك قلب تفقد الذاكره قدامي؟ لا انت شكلك بتستعبط. انا هفرجك فردوس. هتعمل ايه؟ همسكك السلك عريان. لا همسكك السلك عريان. انا مجنونش. لا انت مجنون. لا مجنونش. لا مجنون. لا مش مجنون. لا مجنون. ورجع لورا السلك قصير. رجع لورا فردوس. دوري. لا انا ما مجنونش. لا لا ما مجنونش. لا لا نزيه نزيه وعكا وتعدي. أنا ما مجنونش. لا ما مجنونش. لاني زين ما مجنونش. أنت مجنون. لا أنا مش مجنون يا ابني. مجنون. لا ما مجنونش. مجنون. وجناني ده عين العقل، والعقل ده داء بيعيي. وجناني ده شيء مش سهل. تقدر تتجنن زيي؟ انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما رواه بدري. مخلوق كاره للنص والعمر بعيشه بسهري. وبصاحب كل الخل البي صاحبي والفاري. وبصاحب كل الخل البي صاحبي والفاري. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. انا فين يا بوي؟ لساته مربطيني الربطه المقلده دي. عم عزيز عم عزيز. ايوه يا كبير. فكني يا عم عزيز. مش هينفع يا كبير. فكني يا عم عزيز. والله ما هينفع يا اخي. حرام عليك يا عم عزيز، يعني ترضالي افضل طول الليل مربوط كده وباصص للسقف ومبحك ليه لحالي؟ تصدق صعبت عليا؟ لا ما يردنيش. ثانية واحدة يا كبير. والله أنا كنت عارف من الأول يا عم عزيز إنك كنت حلال والفرج ما حيجيش غير على يديك. روح يا شيخ ربنا يعمر بيتك. ربنا يعمر بيتك يا عم عزيز. ربنا يعمر بيتك و و و إيه إيه يا عم عزيز. أنا قلت أجيب الرجالة ونقعد نشاركك في البحلقة في السقف طول الليل. ثبت العقل والدين. بص يا كبير، انا لسه نازل من عند دكتور جميل وطمني قوي قوي قوي. قال لي انت مش هتقعد كتير،
هتقعد يعني في حدود 6 اشهر بالكتير قوي، يعني النهار لما تقول قعدنا سنه. ليه بقى؟ في الفتره دي هيعرفوا المرض اللي عندك وبعدين يبتدوا يعالجوك. العلاج ده ياخد وقت قد ايه؟ قول 6 اشهر سنه، تمام؟ وبعدين يبتدوا يأهلوك عشان تخرج. يأهلوك دي بقى تاخد قد ايه؟ انا في علم الغيب عشان ما تقولش انا بفتي. هات العادي دي، هات هات عشان ما نهنوش النعمه. بس انا هقتلك وروحك تطلع في جديه من 5 دقايق لـ8 عشان ما تقولش اني بفتي. انا خلاص اتحسبت على الناس مجنون. عملية بس يا كبير، الموضوع فيه الدكتور كمين هو اللي فاضي خرجك. ماليش فيه، كيف ما دخلتني هنا طلعني. حاضر حاضر، بس اهدى بس يا كبير، اهدى اهدى. حاضر اهدى. ده واكل كشري ولا ايه؟ واكل كشري يا كبير، واكل. ايه الراجل اللي ريحته طبيخ طول الوقت ده؟ اهدى بس، ما تنرفزش نفسك يا كبير. لو ان الله يبارك لك الاكل ده ونقعد نتكلم بالراحه. لو ان اهدى بس يا كبير، انت بتنرفز ليه؟ ايه اللي منرفزك بس يا كبير؟ اللي خلاك استنيت الفتره دي كلها؟ نستنى شويه صغيرين كمان. خلاص ما قدرتش. طبعا نعمل ايه بس يا كبير؟ نهربك. والله فكره. ده مش فكره، انا ما ارضهاش لمؤاخذه. هتبقى زي المطاريد والبوليس كل شويه حاطك شمال ويمين لغايه لما يقفشك ويجيبك المستشفى. مطاريد مطاريد، بس اطلع من الزفت اللي انا فيه ده. الزمالك قادر. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. لو احتجت اي حاجه قولي على طول. دكتور شريف. نعم. هو انتوا لابسينك ده ورايحين على فين؟ عادي يعني، بيخرجونا زي كل شهر. بيخرجوكوا ويودوكوا فين؟ بيودونا لل يا مدلول يا ابن المدلوله. عبد العزيز. عايز ايه يا اخي؟ انتوا رايحين على فين؟ كل شهر بياخدونا في الاتوبيس ويطلعونا رحله لجنينه الوفاء والامل ويفسحونا. ايه مالك؟ مالك كرفه نفس ولا ايه؟ لا انا نفسي اروح حديقه الفسطاط يا اخي، فيها حليق ومراجيح وكراكيب، وهناك نقدر نلعب براحتنا يا اخي. حرام. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدر طموحك باذن الله. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ اغير وجهي معاكم؟ حرام عليك يا اخي، ليه كده؟ ليه؟ ليه ايه يا بقول لك اطلع معاكم؟ ما ينفعش يا اخي. طب في حد مسؤول ممكن اساله؟ اه، عمه كمال. مين عمه كمال؟ بيسوق. ياد بتقول جملة مفيدة، جملة مفيدة على بعضيها. مين عمو كمال وبيسوق ايه؟ بيسوق الاتوبيس يا اخي. حرام يعني، هيسوق ايه؟ حرام عليك، برجلت. حرام عليك انت، برجلت لنا حياتنا ليه؟ رايح فين؟ طالع رحلة. اسمك مش موجود في الكشف؟ ايوه، بس انا عايز اطلع الرحلة. مش هينفع تطلع الرحلة. ليه؟ علشان اسمك مش موجود في الكشف. طيب الدكتور دي مين هو اللي قال لي روح اساله؟ مش هينفع اسال حد. روح اساله. اساله. حاضر حاضر. لا يا كبير، لا يا كبير، ليه كده؟ اللي بيقعد هنا عم كمال مش انت يا كبير. بس ليه كده؟ حرام عليك، حرام. الحمد لله، أنا قلبي كان حاسس إني مش هطول في المكان ده. واو واو واو، بس اكتمال أنت هو. صباح الفل. أكمل؟ ماشي ماشي. خش. يعني انا مش عارف دلوقتي انتوا لا معاكم لا رخص ولا بطايق ولا اي حاجه تثبت شخصيتكم، انا المفروض اتصرف معاكم ازاي؟ ما انا قلت لك يا باشا، الاخصائي بتاع الرحله واخد مننا كل اثبات الشخصيه والاوراق، وهيقابلنا في جنينة الوفاء والامل اللي اديها لنا هناك. والرحله دي تطلع تبع ايه؟ دي تبع مستشفى الامراض العقليه والعصبيه، وكلنا دكاتره. ايوه يعني دول دكاتره باللبس ده؟ ايوه، ما هي الرحله جت فجاه فجاه، فكنا نلحقوها يا من الحقوهاش. فانزل لك ده اعرفك عليهم. تعال تعال. ده دكتور رضا البهنساوي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. لو احتجت اي حاجه قول على طول، ما تنكسفش، والكارت اهو حط في جيبك. وده دكتور زكريا النمس. زكريا النمس يا كبير، النمس يا كبير يا كبير.
وده الدكتور شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شريف إيه؟ شريف ال... ماله ده؟ بس بس ماله؟ لا مؤاخذة يا باشا، ماله؟ ده أبوه ميت، يعني ما تجيب سيرة أبوه تاني. وده دكتور عبد العزيز جد الله اخصائي امراض النفسيه وتناسليه. كبير حرام عليك، حرام كفايه كده بقى. انت ليه جادي؟ شرفنا يا دكاتره، معلش اللي احنا بنعمله معاكم ده لسلامتكم وسلامه الوطن. احنا بقى عايزين نتعرف على حضرتك بقى، انت مين؟ انا الدكتور الكبير الكبير قوي، حصل على زماله من جامعه هارفرد القبليه، وحصل على دبلونه متواضعه في العلاج بالكهرباء تخصص السلك عريا. اهلا وسهلا، احنا متاسفين على التاخير، تفضلوا. قدامي. السلام عليكم. قدامي 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 يا جزر، يلا قدامي. افتح يا ابن المعارضه. الحق يا فندم. ايه في ايه؟ طلع شغله تقول الاتوبيس اللي معدي دوت هربان من مستشفى المجانين. الاتوبيس ده؟ ايوه يا فندم هو ده. بسرعه. ادخل. دكتور جميل الضابط وصل. خليه يتفضل. اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حضره الضابط. احنا متشكرين على تعاونكم معانا. انا حضرتك ما عملتش محضر لحد دلوقتي، ولو حابب نعمل محضر ونمشي في اجراءات قانونيه انا تحت امرك. لا الف شكر، احنا هنتصرف. ماشي يا فندم. مع حضره الضابط يا محمدين لحد البوابه. حاضر يا دكتور، اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. منور يا كبير. انت فكرك لما تطفش وتسيب المستشفى احنا هنسيبك؟ كان غيرك اشطر يا دكتور. انت خابر زين ان بكاني مش هنا، ما انا قلت لك ان دي كلها تمثيليه وانا عاملها. طب ما انا عارف ان هي تمثيليه، وعارف كمان ان انت مش مجنون. وما انا قاعد هنا ليه؟ عشان تتربى. ما هو مش كل واحد عامل مصيبه بره ويطفش منها ويجي يتدرع عندنا هنا وفاكر نفسه ان هو جاي يصيف. لا يا حبيبي، الكلام ده في الافلام. انت غلطت ولازم تتربى، وغلطت كمان لما كسرت لي المركب بتاعي. فاكر؟ فاكر لما كسرت لي مركبتي؟ فاكر يا باشا؟ يا باشا ان كان على المركب انا اسف، اجيب لك بدالها اثنين ثلاثه. اقول لك اجيب لك واحده كبيره تتفسح فيها انت والعيله، وان كان على غلطتي يعني الراجل اتنازل عن المحضر. ماليش فيه، انا بس اللي اقول هتخرج امتى، وطالما ما قلتش يبقى ما حدش يعرف انت هتخرج امتى. انت راجل معقد نفسيا، ونفسيتك اسود من قرن الخروب. ايه يا محمدين؟ يا دكتور انا قفلت البوابات كويس جدا. قفلتها كويس جدا؟ جدا. وادي المفاتيح اهي. قفلت البوابه كويس جدا؟ جدا. وشغلت جهاز الانذار؟ دكتور احنا ما عندناش جهاز انذار. والله؟ اه والله. طب خد الكبير على العنبر بتاعه. حاضر. يلا يا كبير. طب دقيق دقيق دكتور. يعني هذا بلا مؤاخذة يعني بما اني قاعد يعني. حرام عليك حرام عليك، الحق عليه مراكب منين بس يا ربي. عزيز ايه ده؟ مين؟ مين ايه وانا بخبط عليك الباب؟ وطي صوتك. الكبير؟ هو انت مش عارف يا كبير ان احنا المفروض نبقى نايمين بالليل يا اخي؟ اتقل لا فينا، لما بنصحى بيقعدوا يكهربوا فينا ويعذبوا فينا. اكتب ميات اكتب ميات اكتب. اسمعني تعال معايا. اجي معاك فين؟ هنهربوا. نهرب؟ لا يا كبير مش هينفع. ما تخافش انا معاك، محدش هيعترض طريقي نواصل. انا ما عنديش مشكله في الهروب، المشكله كلها ان انا بخاف اخرج الشارع بالليل، انما لو هربنا الصبح انا اجي معاك عادي. تصدق معاك حق، حتى الهروب بالليل بقي موضه قديمه دلوقتي. طب بقول لك ايه يا عزيزو؟ ايه؟ انت خليك هنا بس هطلب منك طلب واحد. عايز ايه؟ ليه كده؟ ليه؟ حرام. ده انتوا بيت خير يا اخي، ليه كده؟ في عزيزي مالك؟
بطني بتوجعني مش قادر. حاسس بايه يعني؟ حاسس بسكاكين بتقطع في بطني مش قادر. انت مش تعشيت زيك زي زمايلك يا زيزو. اعمل ايه بقى يا اخي حرام؟ يا زيزو ما تقلقيش عليك يا زيزو. خلاص خلاص خلاص. امتى هتموت؟ لا خلاص المغص ماشي. يعني خلاص مفيش مغص؟ المغص الكبير ماشي الحمد لله. طب الحمد لله. الحمد لله. ربنا يشفيك يا زيزو. ربنا يخليك. ربنا يشفيك يا زيزو. ربنا يخليك. ما خلاص بقى يا زيزو. ما خلاص يا اخي. يا الله فين؟ اهدى المحاميل دي. ده موبايلي بيعمل عنده ايه ده؟ قلتلك 100 مرة ما تهزريش معايا قدام المرضى بتوعي. المهم العنابر كلها نامت. عيب عليك يا جوجي، هي أول مرة. يلا روح غير هدومك بسرعة. أموت أنا في النوع النفروست ده. الدكتور جميل داخل. الدكتور جميل عادي كده؟ هي تكية وكلام من غير بواب ايه؟ معلش انا كنت عاوزه بس في موضوع خاص. وايه هو بقى الموضوع الخاص؟ موضوع خاص بيني وبين الدكتور جوجي. جوجي؟ ايه ده؟ قصدك ايه كبير؟ ما تستعبطيش عاد، ما لو انت فاهمين الليلة. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ عاوز ادخل له. اتفضل. هو انا منعتك وانا قلت لك لا؟ هو انا عملت لك حاجه؟ حرام عليك. اتفضل. واطيه اقعدي. حاضر. ها خير يا كبير؟ ايه الموضوع المهم قوي اللي انت عايزني فيه؟ لا ما تخافش ان شاء الله كل خير يا جوجي. جوجي القي نظرة وقولي رأيك. حلو قوي. اشتريته بكام ده؟ ايه الغباوة دي؟ انا قصدي على الفيديو. انقر على الرابط. انقر. يا نهار اسود ومنيل. عاوز تكمل شوي؟ لا كفايه لحد كده. لسه في فيديوهات. انا مقسم المشهد فيديوهات، بدايه وسط ونهايه، وفي فولدرين كلهم لقطات واخدهم من نظام السناب شوت ده. طب تسمح لي احتفظ بيها كبير بعد؟ طبعا براحتك. كل الفيديوهات والصور دي بعتها لاخوي على الوصاب، وقلت له بكره الصبح لو ما كنتش انا في البلد صار سليم كل الحاجات دي هتتشير على اليوتيوب، وانت عارف الفضايح اللي هتحصل. الناس تحب الفضائح وتموت فيها. ايه قولك؟ هتمضيلي على الاذن ولا شير؟ طب وانا ايه اللي يضمن لي ان انا اكتب لك على خروج دلوقتي والصبح الاقي الفيديوهات دي على اليوتيوب؟ لا مفيش ضامن ولا حاجه، بس بالعقلك ده خليك ذكي. افضحك ليه وانت تطلعني من هنا؟ وبعدين يعني احنا ناس نفهم في الاصول وحدانا ولاية ودكاتره. ها قلت ايه يا دودي؟ ايه دودي دي؟ جوجي دلع جميل. امضي خلص خليك ذكي. فضيحة الدكتور، الفيديو الذي أبكى الملايين. تعجبني. هتوحشنا يا كبير. ما تشوفش وحش. الموبايل عايزه؟ عليه جيمز نادرة سوبر ماريو وبرتل كومبات. هات. تا
تعبت عقبال ما نزلته. سلام. اللي بالحق معلش السؤال يعني فضول. ايه حكايه المراكب معاك؟ وانت عيل صغير حصل لك حاجه على المركب؟ ايوه اتقلبت. استغفر الله العظيم، انا قلت كده؟ ايه اتقلبت وانا مسافر بالمركب على الصحراوي الاسكندريه. Hee hee hee!